كشفت وحدة تنفيذ مطار الخرطوم الجديد عن عرض قدمته شركة تركية لتشييد المطار بنظام البوت، وأبدت الوحدة قبولا للعرض مشروطا بإيجاد مخالصة للاتفاق مع الشركات الصينية المنفذة للمطار عبر قرض صيني، مشيرة إلى أن الشركات الصينية توقفت عن العمل بسبب العقوبات الاقتصادية التي صعبت فتح حسابات خارجية فضلا عن تراجع بنك بحريني كان ضامنا للاتفاق. وقال رئيس وحدة تنفيذ المطار الفريق الركني دكتور إبراهيم محمد أحمد خلال زيارة نفذتها لجنة الطرق والجسور بالبرلمان للمطار أن عدم توريد مبلغ الضمان المحدد بمبلغ 13.5 مليون دولار بواسطة الحكومة عطل العمل في المطار.